السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بيت في الجنة وخمسين نخلة في دقيقتين، إيه رأيكم؟ تعالوا نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لا شك حبيبي أن أي إنسان في الدنيا على وجه الأرض من أعظم أمنياته بعد رضوان الله سبحانه وتعالى وبعد الفوز بمحبة ربنا ورضوانه أن هو ربنا يكرمه يبقى عنده بيت يتقفل على نفسه هو وزوجته وأولاده وأمه وأبوه وعيلته وحبايبه وأسرته عشان يستمتع بوجودهم، يبقى ده السكن اللي بيقوا إليه ويبقى المكان اللي بيستريح فيه من ضغيج الحياة ومشاكل الدنيا. لكن خدوا بالكم من حاجة، مهما كان الإنسان عنده بيوت وعنده قصور وعنده وعنده، الدنيا كلها إلى زوال والحياة الحقيقية لن تكون إلا في الجنة. ولذلك النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن احنا في دقيقتين بس ورب الكعبة نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى يتبني لنا بيت في الجنة ويتغرس حوالين البيت دوت خمسين نخلة، كل ده في دقيقتين. طب يا شيخ محمود بقى يعني دلنا بقى على المفيد، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات إيه اللي حصل؟ بنى الله له بيتا في الجنة. وعن تجربة ورب الكعبة حبيبي، أنا قرأت قل هو الله أحد في دقيقة واحدة عشر مرات، في دقيقة واحدة عشر مرات ورب الكعبة. طيب الحديث الثاني رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. برضو عن تجربة ورب الكعبة في دقيقة واحدة قلت سبحان الله العظيم وبحمده خمسين مرة، يبقى في دقيقتين يا حبيبي نقرأ قل هو الله أحد عشر مرات يتبني بيت في الجنة. وبيوت الجنة بقى غير بيوت الدنيا، انت بيت الدنيا ممكن تشتغل في أي دولة من الدول، سواء في الخليج سواء في أوروبا سواء في أمريكا، تقعد تشتغل عشرين سنة على ما تبني بيت مبني من الطوب والأسمنت والأشياء اللي احنا عارفينها دي. إنما في الجنة بناء بيوت الجنة لبنة من ذهب، طوبة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها الأسمنت بتاعها من المسك بفضل الله سبحانه وتعالى، وحصباؤها الحصى بتاعها من الياقوت. الله أكبر. يبقى إذن بيوت الجنة حاجة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك البيت في الجنة حبيبي يتبني بعشر مرات كل هو الله أحد في دقيقة واحدة. عايز بقى أزين البيت الجميل بتاعي ده، عايز يبقى فيه نخل حوالين البيت، وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من الذهب. الله أكبر. يسير الراكب تحت ظلها مئة عام لا يقطعها، ما يخرجش من ظل الشجرة بعد مئة سنة وهو راكب فرس سريع بيجري به بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى في دقيقتين اتبنى بيت في الجنة من الذهب والفضة والياقوت والمرجان إلى غير ذلك، واتحط لك خمسين نخلة كلها من الذهب بفضل الله حول البيت. كم فاتنا من البيوت ومن النخلات بنقعد مع بعض بنرغي ونحكي بالساعة والساعتين والثلاثة ولا نتذكر أن نقرأ قل هو الله أحد عشر مرات فيتبني بيت في الجنة في دقيقة واحدة، وإن احنا نقول سبحان الله العظيم وبحمدي خمسين مرة فيتغرس لنا خمسين نخلة برضو في دقيقة واحدة. علشان كده بقول لك إن الوقت هو الحياة، لا تضيع أوقاتكم في المجالس وعلى الإنترنت ومع الهواتف حتى لا نندم في لحظة لا ينفع فيها الندم. أي لحظة تعدي من حياتك بغير طاعة ورب الكعبة هنندم عليها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح اغتنم خمسا قبل خمس. إلحق الخمس حاجات ديت قبل ما تندم على الخمس حاجات ديت، اغتنم خمسا قبل خمس. كم من ضمنها؟ شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستثمرون أوقاتهم وحياتهم في طاعة الله وفي مرضات الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.